اول ما تطبون للكازينوهات تشوفون ذول جماعه بلاك جاك والبوكر قاعدين شي يباعون بعيون الناس يريدون يصيدون من يلعب، فهيك يقولهم تعالوا نبوكم تعالوا نقشون عليكم، ذول هيك يمشون مثل الكرتون مثل توم وجيري يمشي على الجبنه. طالما الفندق راح اروح نكمل لاس فيغاس نشوف المكانات اللي ما شفناها البارحه. طبعا لاحظنا شيء قبل 3 سنين من اجي انا تقدر تقول كل الباركات بالداون تاون مال لاس فيغاس كلها كان ببلاش، بس هسه شوي شوي صارت كلش قليلات اللي ببلاش، صارت بس يطوق اول وحده ساعه ببلاش وبعدين وراها تدفع. هذا الشيء كلش ما حلو، بيضبطنا لانه لازم كلش قريه يا اما ناخذها وندفع، وساعه نطلع اول ساعتين بستة وبعدين بعشرة وما اعرف شنو. المكان هو عبارة عن هرم من برا وداخل مجوف، يعني مثل ما تشوفون زين حلو التصميم مال الغرف شلون يعني بانيها بحيث ماكو عمود بالنص، يعني هو الهرم وبها من جوانب كلها غرف مال الفندق. الأضوية اللي هنا اللي بلاكسر يتكلفون كل شهر 15,000 على مدي ضووها، أنا بس أرد أعرف إيش قد لعدهم ما يجيبون فلوس حتى يقدرون يأخذون منها 15,000 بس للأضواء. هاي من أسعار من أسعار الباركينج اللي زادوها. صدق. كارلوتا. لكم هم 3 معلومات، طبعا قلنا لكم 22 معلومه بس اعتقد هذا حنسوي جزء ثاني. حقول لكم 3 معلومات على السريع هم على لاس فيغاس. لاس فيغاس بالاسبانيه يعني المروج الخضراء، وهي اكبر مدينه بالولايه، والشيء الثالث اللي دارت اقول لكم عليه يسموها مدينه الخطيئه. وهاي عروس وعروسه من واحد من ال 300 اللي يتزوجون هنا كل يوم بلاس فيغاس. احنا البارحة بالحظ جينا على المكان اللي بفري باركينج، الباقيات هسه كلهم يطلون 1 hour وبعدين الباقي كله بفلوس. هذا طبعا ما كانت هيجي قبل ثلاث سنين وين ما تروح فرك وتمشي. هسه راح نركب بالقطار اللي قلنا لكم عليه المعلق، بس هو شنو يربط بس بين تريجر ايلاند وميراج، الباقي هذاك بفلوس من الجهه الثانيه. اول ما تطبون للكازينوهات تشوفون ذول جماعه بلاك جاك والبوكر قاعدين شي يباعون بعيون الناس يريدون يصيدون من يلعب، فهيك يقولهم تعالوا نبوكم تعالوا نقشون عليكم، ذول هيك يمشون مثل الكرتون مثل توم وجيري يمشي على الجبنه. شيء ثاني معروف بلاس فيغاس هي الاوبن بوفيه، بس اليوم مشتي شو اسمه همبرجر، راح اروح لين اوت ناكل همبرجر هناك. الناس تعتقد انه لاس فيغاس هي مو للعائله بس للسنجل وللكابلز، بس اكو اماكن مثل هذه المكان مسبح وهاي يقدرون يجون العائله يتونسون بيها. هاي هنا تعبي اليوغرت مالتك انت وتاخذه بهاي المشين. اليوم احنا محظوظين شويه، الجو بارد مو كلش حار، تجيب بالربيع تجيب حتى بالخريف هيك مكان ما تقدر تمشي بيها، هي كلش حاره بالظهر. هي اتذكر من اجينا بشهر 9 قبل 3 سنوات كانت يعني صدق حاره بحيث الواحد ما يتحمل هيك، يعني كلش كلش حاره. ربت ما ادري شنو بعيني. اكو هواي معالم بلاس فيغاس مو بس الطبيعه والقمار والشغلات هاي، اكو مكان يصير بيه سباق ومحاربه بين دبابات وذني المعدات الكبيره، يعني واحد ياجرها ويقعد يتلاعب ويا واحد ثاني هيك شيء.
بالمكان والتزيين من أجمل الأجمل. شوفوا الأفكار اللي عندهم، هذا كله مسوي من الورد. الساعة تقريبا بالثلاثة ونص بالسبعة تقريبا طيارتنا، راح نفطر شوية بعدين نروح هناك الهامبرجر ناوت، بعدين راح نسلم سيارة وبعدين نروح في الطيارة المطار. هذا شكله مكان مع الاجتماعات مع البزنس، يعني هكذا حتى يسوون كونفرنس هنا. يلا هسه صار وقت نروح ناكل همبرجر، جوعانين. هسه وصلنا للإن إن أوت، هسه نطلب ناكل. طبعا هذا البرجر أطيب برجر ذقته بحياتي. اللي عجبني بهذا المطعم إنه يعطيك بس الخيارات عمود الهمبرجر، وماكو خيارات هواية بحيث ما تدوخ خيه، تطلب شغلة تريده وتاكلها. الله يكثر. من قد ما طيب كملناها وهسه اردرنا من جديد يدهو. بعد ما كفر صواعد ياكل منها بعد ما ديش كده. هاي خاف ما مصوا منكم فلوس هواية، عندكم هنا فرصة يفصوا منكم. يلا ركبنا الطيارة ما طلع لنا نطلق شيكاغو. يا تلاحظون شلون المطار قريب من المدينة؟ هاي 3 مية. يلا حضرنا جنوطنا، هسه صار وقت نروح نرجع ديزلدورف. يلا ويانا للرحلة عودة إلى المنزل. استوينا عبرنا السكيورتي تشيك بمطار شيكاغو، وراها هسه راح نروح الوارسو، بعدين نروح المطار ديزلدورف. وصلنا للسيارة، وصلنا للطيارة وقاعدين هسه، وأنا قاعدة أدور أفلام. أول ما قعدت بالطيارة أبدي أدور أفلام إذا كانت يعني الطيارة كبيرة أم الشاشة. أنا أحب الأفلام الأكشن والرومانتيك، يعني الدراما هم شوية هم أحبها. أنتوا شنو تحبون يا أفلام؟ كتبوا لنا بالتعليقات. يلا أروح أشوف شنو، أروح أشوف أكشن. شوف التكنولوجيا بالطيارة الجديدة، شو الدقمة؟ شو منظر من مال داون تاون شيكاغو بعد خبر. هسه قاعد اشوف الليك ميشيغان كله، بعد منها اشوف الجهه هذيك الجهه بنشوفها. سلام. ايش هذاك؟ قاعد برجع لك اول ما يا
وصلت لوارسو. بس مشكلة هالساعة بتسعة ونص الطيارة بعد الخمسة ونص، يعني كم ساعة عندنا؟ فوق السبع ساعات شيء. هنا طبعا خوش حصلنا مكان نفرش بيه ونام بيه. إذا صارت تقريبا ساعة بثلاثة بعد ساعتين نطير طيارة. كانت طبعا رحلة كلش طويلة، بحيث ما ادري كم فيديو سوينا، يمكن فوق ال 20 فيديو سوينا، بس صار وقت انه نسوي الانتاج. رحلة كلش طويلة، راح نسوي لكم لستة بيها اكيد. يعني رحنا اماكن هواية، التقينا بيوتيوبرز، مغامرات كلش حلوة، لاس فيغاس، كاليفورنيا، ديربورن، ويسكونسن، يعني خليط من جميع المدن هذه، وفيديوهات كلش 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 حلوة. انتظروها، نحبكم. يلا هاي السنة نحط لكم هنا فيديوهات وروحوا تفرجوا عليها. يلا سي يو باي. قبل ما اقول باي، سبسكرايب لايك وفعلوا الجرس. الجرس كلش مهم، لازم تفعلون الجرس.